بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. اللهم إنا نعترف بذنوبنا وتقصيرنا، فاغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا فإنك أنت التواب الرحيم. عليك توكلنا فلا تكلنا، وبك آمنا فآمنا، وإليك نسأل فلا تخيبنا، وببابك نقف فلا تطردنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارحمنا وارحم سائر أمة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هب المسيئين للمحسنين، وشفعنا في أنفسنا، وشفع فينا نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشفع فينا الصيام والقيامة والقرآن يا رب العالمين. اللهم كما يسرت ذلك إلينا فتقبله منا يا رب العالمين. نبرأ إليك من كل وصف لا تحبه ولا ترضاه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، وما بنا من نعمة فمنك أنت يا الله، فلك الحمد على ما هديت وأنعمت. اللهم يا رب العالمين، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا وآل بيت نبينا وذرياتنا وذرياتهم والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين، اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد كلمتهم، وول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الظالمين فتولي علينا الظالمين، لأنك قلت وقولك الحق، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فاغفر لنا ما اكتسبنا وما كسبنا يا رب العالمين، مما يكون سببا في ظلمنا وسببا في تفريق كلمتنا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها ومعاليها، شرح مختصر صحيح الإمام البخاري المعروف بجمع النهاية في بدء الخير والغاية. جمع النهاية في بدء الخير والغاية، يعني اسمه عنوانه كده أصلا، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي القاهري مقاما ومقاما، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء كتبه وزواره وذريته في الدارين، آمين يا رب العالمين. ما زلنا في الأوجه التي يشرح بها الحديث 40، وهو حديث 7 يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه. يقول في الوجه العاشر: فيه دليل على عظم قدرة القادر جل جلاله. الأعمال دي أمور معنوية، ربنا يجعلها يوم القيامة لها ظل، يعني يجعلها محسوسة. المعنويات تتحول إلى محسوس في الآخرة، يعني المعاني، الرحمة، صلة الرحم،
الموت. الموت ده حاجة كده محسوسة تروح تقتل. الفقر ده محسوس كده تروح تقتله. سيدنا عمر يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته. بس هو مش رجل، ده أصله معنى أعراض يسموها عرض. فهذه الأعراض والمعاني غير المحسوسات يوم القيامة ربنا يجعلها محسوسة. شوف ربك سبحانه وتعالى بيقول، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان. سبحان الله والحمد لله دي كلمة ربنا يجعلها محسوسة، تملأ الميزان، تتحط في الميزان يبقى ليها وزن. يبقى في الآخرة ربنا يجعل المحسوسات والمعنويات، يؤتى يوم القيامة مثلا بالموت في صورة كبش على الصراط، فإيه يصبح؟ يبقى لا موت. يا أهل الجنة حياة ولا موت، ويا أهل النار حياة ولا موت. الموت اللي احنا ما نعرفش نشوفه دلوقتي لكن نرى أثره، لكن ما تعرفش تمسكه ولا تشوفه بعينه. في الآخرة ربنا يمثله جسد في صورة كبش. وكذلك الصلاة الوقت انت بتصلي في الآخرة تلاقيها نور تنور على الصراط. انت الوقت مهما صليت النور قطع، هتنور حاجة؟ مش هتنور حاجة. تنور قلبك لكن ما تنور لكش بالحس. كويس، عشان تتحول الى نور حسي عايز الاخره بقى. ففي الاخره تجد ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصلاه نور والصبر ضياء. وعشان كده يقول يقولوا ايه وهم على الصراط؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. ربنا اتمم لنا، لان في ناس هينور لهم اعمالهم فجاه لانهم متقطعين، اعمالهم متقطعه مش مداوم، يوم يديله شوية نور وفجأة يضلم تاني. فالمسلمين والمؤمنين لما يشوفوا ناس نورت لهم أعمالهم واتطفت فيقولوا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. فعلشان ربنا يتم النور ما يقطعوش، تتم انت عملك وتستمر عليه، مش تصلي في شهر رمضان وتبطل بقية السنة، أو يصلي يوم الجمعة وبقية الأسبوع مشغول في شغله. ما ينفع، هتبص تلاقي برضو يجي لك شوية نور كده على الصراط وفجأة تضل. يبقى كل صلواتك اللي بتصليها دي علشان تبقى نور دائم يوم القيامة حتى تصل إلى جنة ربك. يبقى من قدرة ربك إن الأعمال هنا، هنا يعني في الدنيا معاني، يعني أعراض. عند الفلاسفة يقول لك الموجودات في الدنيا إيه؟ إما جوهر، والجوهر يعني ايه؟ كتلة لكن لا تنقسم، او اجسام، والجسم مركب من ابعاد، مركب من ابعاد ويفتقر للحيز ويفتقر لاجزاء. فالجسم اشد افتقارا من الجوهر، لان الجوهر يفتقر للحيز بس لكن مش مكون من اجزاء، فمش مفتقر لاجزاء، هو موجود بغير اجزاء بس يفتقر لحاجة واحدة، الحيز اللي هو المكان اللي يقعد فيه، ده الجوهر. لكن الجسم يفتقر زي الجوهر للحيز، ويشد افتقارا من الجوهر يفتقر لأجزائه. طب والعرض؟ العرض أشد افتقارا من الكل، لأن لا ظهور له بذاته. الجوهر له ظهور بذاته والجسم له ظهور بذاته، لكن الجوهر لا ظهور له بذاته بل يحتاج إلى محل ليظهر فيه، ده العرض. يعني مثلا لما ايه؟ علشان تشوف وردة صفراء، الصفرة دي واللون ده عرض، محتاج مكان عشان يظهر. الشاي ده لونه بني، يبقى محتاج لكوب وماء عشان يظهر اللون، مش كده برضو؟ لكن من غير الكوب والماء مش هيبان لون. الصفرة تبان، الصفرة في الوجه او البياض في الوجه او الحمرة في الخدين، كل دي اعراض محتاجة للحيز وجسم عشان تظهر فيه. فأفقر الأشياء هي العرض، وعشان كده العرض لا يبقى زمانين في دوام الايه؟ التغير. العرض لا يبقى زمانين بل في كل لحظة خلق جديد، لأنه ليس له قدرة على البقاء بذاته. فالعرض لا يبقى زمانين، لكن في الآخرة العرض ده، الأعراض دي ربنا حولها الأجسام طرق، دي قدرة بقى تانية. يبقى الآخرة لها قوانين أخرى غير قوانين الدنيا، لأن أنت هتبقى الظل هنا ظل عملك،
العمل اللي في الدنيا ده يجي يظللك وانت ماشي في الشمس؟ لازم تجيب شمسية مش كده؟ لكن العمل بتاعك في الآخرة يتحول إلى شمسية تظللك. يبقى ربنا هيحول المعاني والأعراض في الآخرة إلى أجسام ومحسوسات. أن الأعمال هنا معاني، الأعمال هنا معاني، هنا يعني في الدنيا، وهناك يعني في الآخرة، بهذا الخبر الصدق جواهر محسوسات. جوهر يعني كتل تحس، ترى، أجسام. وهنا بحث، هل هذه السبعة خصت بهذا الثواب تعبدا لا يعقل لها معنى وهي معقولة المعنى؟ لما تبقى العلة مش معروفة يسموها تعبدية. ليه الظهر 4 ركعات؟ ليه ما بقتش 5؟ طب ليه ما كانتش تكتفي بركعتين؟ طب ليه ما خلاهاش ركعة واحدة؟ طب وليه يعني الركعة تبقى ركوع قبل السجود؟ طب ما نسجد الأول وبعدين نركع. طب وليه خلاها سجدتين ما خلاهاش سجدة واحدة زي ما خلى الركوع ركعة واحدة؟ مثلا كل دي أسئلة ما نعرفش، اسمها تعبدية كده. يبقى أول ما بتعرفش علة الشيء تقول إيه علتها؟ التعبد، إنك تقول سمعنا وأطعنا. لكن في أشياء ربنا حرمها أو أمر بها لكن لها علة واضحة، لها فايدة واضحة. فلما يبقى لها فايدة واضحة يبقى خلاص نبحث عن هذه الفائدة ونشوف هل هذه الفائدة علة في الحكم ولا حكمة. إن كانت علة نقيس عليها، وإن كانت حكمة لا يقاس عليها. والفرق بين العلة والحكمة أن العلة وصف منضبط والحكمة وصف غير منضبط. واضح؟ هل لا يعقل لها معنى الأعمال اللي هي إيه؟ 7 يظلهم الله: العدل في الإمامة، العفة في الشباب، المحبة في الله. مش كل دي أشياء أعراضها؟ أو مثلا إخفاء الصدقة زي ما قال بقى إيه الأشياء دي كلها. دي كلها أشياء هل هي معقولة المعنى بحيث إن فيها كلها علة واحدة خلت تبقى ذي ظل، ولا كل عمل فيها مختلف بحيث ما تقدرش تستنبط علة مشتركة؟ فهمت؟ بحيث تقول إن العلة دي لو موجودة في أي عمل آخر هيتظللك برضه. فهمت بقى السؤال؟ فهل علتها واضحة فنقيس عليها، ولا ليست لها علة فنقول تعبدية؟ أدي كلام الشيخ. فإن قلنا إنها متعبد غير معقولة المعنى فلا بحث، خلاص نقول تعبد ونعمل كده وخلاص. وإن قلنا أن معناها معقول فما هو الجواب؟ والله أعلم أن العلة فيها على وجهين: أحدهما قوة قهر النفس والهوى. يبقى معناه كلما قهر الإنسان نفسه وهواه في طاعة مولاه كان في ظل عرش الله. واضح؟ أو في ظل عمله. لو كانت بقى العلة كده بحيث يقاس عليها أعمال أخرى، ويبدو أنها العلة موجودة بدليل أن في أعمال أخرى نص عليها النبي في أحاديث أخرى تستوجب الظلال. واضح؟ يبقى أول حاجة قوة قهر النفس والهوى، وهو من أكبر المجيبات لخير الدنيا والآخرة، لأنه جل جلاله قال: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى. يبقى في الخوف وإيه؟ وقهر النفس. يبقى دي العلتين، الخوف من الله وقهر النفس. فأما من خاف مقام ربه أدي العلة الأولانية، ونهى النفس عن الهوى يحصل إيه؟ فإن الجنة هي المأوى. يبقى العلة دي الخوف من الله، تاني حاجة مخالفة النفس من أجل الخوف من الله. يعني الدافع لمخالفة النفس إيه؟ إنك مش عايز تطوعها، إنك أنت خايف من ربك. فطالما خايف من ربك وما طوعتش نفسك، لكن لو ما طوعتش نفسك عشان خايف مثلا إيه من الأحكام العسكرية، بحيث إن أول ما يغيب الشرطة الناس تتعدى على حدود بعضها البعض، وده يسرق وده ينهب وده يقتل زي ما احنا شايفين الوقت. يبقى دول كانوا منضبطين من خوف السلطان لا من خوف رب العالمين. دول بقى عالم ده ضعيفة،
اللي كان ضابطهم ايه؟ حبيب العدل بقهره وظلمه. اول من كسر الظلم ده والقهر ده خلاص ابتدوا يعتدوا على الناس في الطرقات يبقى دول بقى مش كانوش مش خايفين مقام ربهم، ده كانوا خايفين مقام الحاكم، فلما غاب الحاكم اعتدوا. لكن المؤمن لا، المؤمن لو عرضت عليه الارض وما فيها بلا رقيب ياخذ منها ما شاء يخاف، لان ربنا هو الرقيب. شفت قد ايه بقى ادي المؤمن اللي هو ده بقى اهل الجنه، هم دول بقى بتوع اهل الجنه. اللي يقول ان كان يعني الحاكم لا يراني فالله حي لا يراني، وان كان الحاكم نائم فالله لا ينام، وان كان الحاكم غائب فالله لا يغيب، وان كان الرقيب غير موجود فالله هو رقيبي. يبقى فرق بين المؤمن وبين بقى ايه اللي بيدعي الايمان. ناس كتير بتدعي الايمان لكنها اعمالها تدل على عدم وجود هذا الايمان منغرس في ايه في قلبها. يبقى العلة الاولانية نهي النفس عن الهوى، ولا يقبل نهي النفس عن الهوى الا ان كان من اجل الخوف من الله. واضح؟ يعني امرأة دعته ذات منصب وجمال فقال لها لا انا خايف من جوزك، لان جوزها قاعد في الاوضه اللي جنبه وعنده مسدس هيذبحها. يعني لو جوزها مش موجود كان ممكن يزني بقى. لا ده منطقي، ده مش تحت نظر الله اصلا، ده ربنا لا يعيره ولو كانوا ملايين لا يعيره باهتمام النوعيه دي، لانه ليه بهايم قاعده ايه بتتعدى على بعضها البعض بلا ضابط. لكن الانسان الكامل حاجه تانية، ليها زوج ولا ملاها زوج في صحراء خاليه ليس فيهم الا هما الاثنين، ما يقرب لهاش برضه لان ربنا رقيب. يبقى لازم يبقى العلة مش نهي النفس بس، نهي النفس من أجل الله لا من أجل أي دافع آخر. شوف سيدنا يوسف قال ليه معاذ الله أعوذ بالله إنه ربي، يعني الرجل ده هو اللي رباني فازاي أخونه، أنا ما أقدرش أخون اللي رباني عشان أنا بخاف من ربنا، لأن ربنا قال لي إن أنا حافظ على عرض من رباني. قال معاذ الله إنه ربي، إنه هنا اللي هو الإيه الملك اللي رباه، إنه ربي أحسن مثواي، ده رباني وأكرمني وفتح علي كل أبواب القصر وجعلني آكل مما أشاء وأتحرك فيه كيف أشاء. فبعدما أكرمني أخونه لا معاذ الله، هذه كانت دافعه. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال صلى الله عليه وسلم رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس. يقول لك الحديث ده ضعيف لأن ابن تيمية ضعف. طب ابن تيمية ما اطلعش على كل كتب السنة، ده رواه البيهقي بإسناد حسن. ابن تيمية قال على مقتضى علمه إن ده حديث ضعيف لأنه لم يطلع على سنن البيهقي. طب واللي اطلع على سنن البيهقي رد على ابن تيمية، ابن تيمية مش معصوم في علمه وليس قرأ ولم يقرأ جميع الكتب المسندة وهو لم يدعي ذلك أصلا. لكن لا، لحد دلوقتي في ناس طالما ابن تيمية العلي ضعيف يبقى ضعيف كده على طول، ما ينفعش. الحجة اللي قوله حجة هو رسول الله بس، كل واحد سوى رسول الله يؤخذ منه ويرد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقي زلة العالم، افرض العالم زل، افرض اجتهد واخطأ، او ما اتبعوا في خطأه ما هو بان خطأه خلاص. وعلشان كده حديث رجعنا من الجهاد الاصغر او رجعتم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر حديث حسن الاسناد وصحيح المعنى ويوافق الشرع ويطابقه، ورواه البيهقي في سننه باسناد حسن. والوجه الآخر، يبقى الوجه الأول العلة نهي النفس، والوجه الآخر الإخلاص خوف الله، يبقى لازم نهي النفس مع خوف الله وهو حقيقة الإخلاص. وقد قال عز جل جلاله
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وله الدين إيه؟ واصبة يعني خالصة. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا يقبل عمل امرئ حتى يتقنه. قالوا: وما إتقانه يا رسول الله؟ قال: يخلصه من الرياء والبدعة. وترك الرياء هو عين الإخلاص. وكلا العلتين الحامل عليهما إيه؟ خوف الله عز وجل. ليه أنت بتحسن عملك وتتقنه؟ عشان خايف من ربك. طب وليه أنت بتبتنع عن محارم الله؟ عشان خايف من ربك. طب وليه أنت بتقهر نفسك وتخالفها؟ عشان خايف من ربك. فاختبرها عليهما خوف الله عز وجل، فاختبرها واحدة واحدة تجد ذلك. يعني امسك كل علة من اللي قاله كده، تجد في الآخر أن وراها إيه الدافع ليها؟ إيه؟ خوف الله، اللي هو إيه بيلخصها سيدنا يوسف في سورته المسمى باسمه، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. معاذ الله يعني أخاف من الله. الوجه الحادي عشر، قوله عليه السلام: الإمام العادل. طب وليه الإمام عادل وفي إيده يظلم وفي إيده السلطة؟ طب وليه هو عادل؟ عادل عشان خايف من ربنا. لكن لو مش خايف من ربنا مش هيعدل، خلاص يبقى ظالم مجرم. لأن الإنسان بطبيعته عايز يكوش وعايز يحوز وعايز يسيطر وعايز يقهر كل من لا يعجبه. طبيعة الإنسان لو سابها كده بلا ضابط. لكن اللي يضبطها ويخليه إنسان محترم إيمانه بقى بالله، يوم يخاف، يوم يعفو عن من ظلم، ويصل من قطع، ويعطي من حرم، ولا يظلم أحد، ولا يأخذ إلا ما يحل له ويأخذه من حله. كل الدوافع دي إيه؟ سواء الخوف من الله. طب ما فيش خوف من الله، أعد اللي بقى خلاص بقى ما تفرقش. الإمام العادل، فلأنه لا يمنعه من الظلم ولا يقهر نفسه على العدل مع تمكنه من الظلم لقدرته عليه من طريق الحكم وقدرته على قهر غيره، ولا أحد يقدر أن يصده عنه إلا اللي بيمنعه من ده كله شدة خوفه من الله. وقد جاء الحديث عن الذي أمر أهله أن يحرقوه إذا مات. في حديث كده ورد إن في واحد من الأمم السابقة ما كانش يقدم خير أبدا بس مؤمن بالله، فقال للولاده: أنا لما أموت أوصيكم أنكم تحرقوا جسدي لحد ما يبقى تراب، وتقفوا بالتراب ده على جبل في ريح وتزرقوه علشان ينتشر في كل حتة. فجاء يوم الأيام ربنا جمعه، قال له: ما دفعك لأن تفعل ذلك؟ قال: خوفي منك يا الله. بس ده إنسان في عمله ده يدل على إنه هو بيتهم القدرة، لكن ربنا ما عقبوش على عدم اتهامه بالقدرة لأنه ده جاهل بالله، لكنه مؤمن بالله بس مش عارف بالله. فربنا يجزيك على الإيمان بالله وما يسألكش على المعرفة بالله، لأن المعرفة بالله دي شيء زائد، لكن ربنا من لطفه بيك عايزك تبقى مؤمن بس، مش مهم تبقى عارف بالله، بس المهم تبقى مؤمن. اهو الراجل ده مش عارف بالله، لان اللي عارف بالله ما يعملش كده، لان ربنا قادر هيجيب ويجيب. لو قطع نفسه 100 حته مش كده برضه؟ ده العارف بالله عارف كده، لكن هو مؤمن ان في اله وفي بعث وفي نشور وفي جنه وفي نار وفي حساب، مؤمن بكده. فقام عمل ايه؟ قال: انا عايز اهرب من الشغلانه دي، فاحرقوني وخلوني تراب ورموها في الريح. يمكن بقى الحكايه دي ايه تخليني أتوب في وسط الأكوان يوم ما ربنا يبعث الأكوان، أو ببقى تايه أنا ما ظهرش. عمي في إيمان، عمي في إيمان من عوام المؤمنين ما يجراش حاجة. ربنا سبحانه وتعالى قال له برضو: إيه اللي خلاك تعمل كده أيها المؤمن العامي؟ قال له: خوفي منك يا الله. قال له: خلاص غفرت لك، لأن ربنا قال: فأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خلاص غفر ودخله الجنة. وقد جاء الحديث عن الذي أمر أهله أن يحرقوه إذا مات، فلما مات فعلوا به ذلك، فجمعه الله وقال: لما له لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب، فغفر له، فشدت خوفه كانت منجيا له أو منجيا له.
منجيا له، هي منجيا له أحسن. الوجه الثاني عشر قوله عليه الصلاة والسلام: وشاب نشأ في عبادة الله. العبادة نفسها قهر للنفس، ساعات تبقى عايز تنام والدنيا برد وتعبان وسامع أذان الفجر، النوم حلو أو تعبان وبردان وبرد الدنيا برد، وبعدين يقول لك الله أكبر وأنت بتقول إيه؟ ليس في النوم تفريط، ما هو النبي قايل كده، الحديث كده صلى الله عليه وسلم يقول ليس في النوم تفريط، يوم هو يفهم الحديث يوم يخلي النوم فيه تفريط، لأن ليس في النوم تفريط يعني إن لم تنتبه، يعني أنت رايح في النوم وسمعتش الأذان، لكن أنت كده سمعت الأذان، يوم يسامع الأذان هو مش نايم يقول بس النبي قال ليس في النوم تفريط، ويشد اللحاف وينام. يبقى هنا ما بيخالفش نفسه، فهمت بقى؟ فالعبادة والمواظبة عليها على الوجه الأكمل عايز جهاد نفس، عايز رجولة، مش عايز بقى عيال، لا يا بابا مش هروح المدرسة النهارده، ده عيل ده، تقوم تفضل تطبطب عليه وامه تحيله وتجيب له كيس شيبسي ومش عارف ايه، مش عارف مصلحته، مش كده برضه؟ لا، العبادة بقى مع الله والمعاملة مع الله عايز رجولة، راجل يعني، ربنا قبض برضو تستمر على الإقبال عليه، بسط برضو تستمر على الإقبال، منع برضو مستمر مع الله، أعطى برضو مستمر مع الله، عافاك مستمر مع الله، أمراضك مستمر، أفقرك مستمر مع الله، أغناك مستمر مع الله، لأن أنت راجل مش بتعبد ربنا عشان يغنيك، مش بتعبد ربنا عشان يصحك في بدنك، فلو سحب الصحة بلاش عبادة، ولو خد منك المال بلاش عبادة، لا يبقى أنت بقى جاهل، يبقى أنت عيل، أنت بتعبد ربنا عشان المصاصة، عشان إيه؟ يجيب لك حاجة كده تلعب بيها، ده أنت بتلعب بقى. ومن الناس من يعبد الله على إيه؟ على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، يستمر في العبادة طول ما تجارته رايقة وصحته حلوة وعياله ربنا مبارك فيهم، يا سلام، أول واحد يحضر في الجامع وأول واحد تريفة بجهد الخير، طالما. ومن الناس من ايه يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، يطمئن للخير فيستمر في طاعة ربه، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة ربنا بقى أمرضه، موت مراته، قبر عياله في حادثة، التجارة بتاعته فشلت، المصنع بتاعه اتحرق، قامت الثورة والنظام اتغير وهو كان من فلول النظام، فتغيرت الأمر، يوم إيه؟ يوم بعد ما كان بيجي يصلي في جامع الحي علشان لما يجي يترشح في مجلس الشعب ينتخبوه، ما تغير النظام بقى، يروح مبطل يروح الجامع ويبطل يتصدق، كان يعمل شنط رمضان أيام ما كان عضو مجلس الشعب ويوزع على الفقراء أهل المنطقة عشان لما يترشح في الدورة الجاية ينتخبوه. طب والسنة دي جاء رمضان ومن غير شنط، ليه من غير شنط يا أستاذ يا مخبول؟ ده كل الشنط اللي عملتها في السنة اللي فاتت بقى مش بتعملها لله، أنت بتعملها لمجلس الشعب والشورى، وانحل مجلس الشعب والشورى، يبقى ما فيش شنط. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، يوم ربنا يفقسه ويكشفه ان عملك اللي فات يا اوانطاجي اللي كنت بتعمله فاكر نفسك بتعمله لله، اني غيرت الاوضاع قدامك عشان افقسك قدام نفسك وبينك انك انت كنت بتعمله لغير الله، تعمله من اجل دنيا، يوم ربنا يغير الاوضاع مخصوص عشان ربنا لطيف بيه، بيغير الاوضاع ليه؟ عشان ربنا لطيف بيه على فكرة، مش عشان يعاقبه، عشان يصلح غلطته وعلشان يعمل بقى لله ما يعملش للدنيا بقى. وشاب نشأ في عبادة ربي، فلأن العبادة هي قهر النفس وخروجها عن راحتها وحملها على المجاهدات والدوام على ذلك، من عبادة الله انك انت ما تنتقمش من انسان ايه ظلمك، بل تعفو وتصفح، بس اعفو واصفح عن واحد ظلمني، دي عايزة بقى قوة نفس، لأن الإنسان طبيعته يحب إيه؟ ياخد حقه من اللي ظلمه، يحب إنه هو يعاقب اللي إيه؟ اللي ألمه وخد حقه،
طيب ازاي بقى توصل لمسألة انك انت تعفو عن من ظلمك؟ ده عايز قهر للنفس جامد، ده عايز مجاهدة شديدة، فهمت؟ يبقى العبادة دي عايزة قهر للنفس ومجاهدة شديدة. طب وانت بليه بتقهر نفسك ومستايب نفسك كده سبهللة زي ما بيقولوا؟ هي سبهللة يعني سيبها لله، بس الناس فهموها بمعنى غلط. سبهللة يعني بغير ضابط شرعي. المصريين العوام عندهم سبهللة يعني بغير ضابط شرعي، لكن معناها الحقيقي كان حلو. سبهللة يعني سبها لله، سبها لله يعني ايه؟ يعني سبهللة يعني سبلها لله، اصلها كده. لكن بمرور الوقت الناس فهموها بطريقه غلط، اتقلبت، فقول لك الراجل ده سبهللة يعني فوضوي، فهمت بقى؟ اتقلب المعنى فتغير المعنى، لكن معناها الاصلي حلو لو رجعت للمعنى الاصلي. طبعا غير المصريين مش فاهمين ايه مصطلحات المصريين، لكن هنفهمها لكم طالما انتوا عايشين هنا هتفهموها ان شاء الله. اونطاجي، قلت اونطاجي، فاهم يعني ايه اونطاجي؟ ايوه، الماليزي وغير المصري من العرب. اونطاجي يعني ايه؟ يعني انسان يريد ان يحصل على الشيء وهو لا يستحقه دون ان يقدم ما يستوجب استحقاقه للشيء. فالإنسان ده لما يبقى بالطريقة دي نسميه المصريين ايه؟ يقول لك ده أونطاجي، يعني يركب كل موجة. قال الحكاية ده اسمه ايه بقى في لغة المصريين، مصطلحات المصريين؟ أونطاجي، زي بلطجي. والبلطجي هو الذي يريد أن يأخذ غير حقه بقوة بدنه لغياب القانون، فهمت بقى؟ تعمل قاموس المصريين بقى تفهم على طول، تيجي في مصر بلطجي تفهم على طول، تفهم تطلع قاموس حرف الباء واللام بلطجي لاي معنى، فهم؟ فاعرف المعنى. وشاب نشا في عباده ربي، فلان العباده هي قهر النفس وخروجها عن راحتها وحملها على المجاهدات والدوام على ذلك مع قوة شهوات النفوس. أصل الشاب نفسه قوية لسه عليه، فلما ينشأ في عباد رب هو شاب، هذا دليل بقى إيه يعني العظمة كلها، إيمانه كبير. لأن الإنسان في شبابه بيبقى يعني عنده يعني تسرع ويبقى أهوج ويبقى شهوته قوية عليه، وما عندوش خبرة في الدنيا يبقى عنده تسرع. فبالرغم من ده كله بقى يستمر في طاعة مولاه وهو شاب، ده دليل بقى مقام عالي. مع قوة النفوذ زمان الشباب، فما حمله على ذلك إلا الخوف الشديد. ولذلك يروى عن بعض المتعبدين أنه كان يأوي إلى فراشه فلا يقدر على النوم فيقول: اللهم إنك تعلم أن خوف نارك منعني الكرى، منعني النوم يعني. ثم يقوم فيصلي حتى يصبح، يعني حتى يؤذن الفجر يعني. مش فيصلي حتى يتعب فينام ويجعل الفجر زي جهلة العباد، يوم يشغل نفسه في السنة ويضيع الفريضة، لا مش كده. هتسهر بقى كمل الفجر بقى، عايز أرجولة بقى، طب مش حاضر أكمل الفجر، طب نام علشان تصلي الفجر، نام بقى عشان لأن الفجر أولى. واضح؟ في أولويات. راجل وعايز تسهر اقعد للفجر، لا مش عايز أصحى، أنا عايل عايز أنام، ما أقدرش أنام، الخلق عيال الله، يلا نام هو منه، ما أقدرش حاجة، ما أنت عايل والخلق عيال الله، وأفضل الخلق هو إيه؟ أكرمهم لعيال كويس وأرعاهم لعيال، ما يجراش حاجة انك انت تبقى عيل، ما يجراش حاجة، كلنا عيال على الله يعني، مش عيب يعني ولا حاجة، عيل عيل كويس، الاعتراف بالحق كويس. الوجه الثالث عشر، قوله عليه الصلاة والسلام: ورجل قلبه معلق بالمساجد. فحقيقة الإخلاص توجب تعلق القلوب بالعبادات، وأرفع عبادات الصلاة،
اللهم اجعل قرة عيننا في الصلاة كما كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم وراثة نبوية محمدية. اللهم اجعل قرة عيننا في الصلاة، وارفع العبادات الصلاة، وارفع ما تكون الصلاة في المساجد، فهو مشغول بأعلى العبادات، كما روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يسمى حمام المسجد. سيدنا عبد الله بن عمر مشهور بإيه؟ بحمام المسجد. عارف حمام المسجد؟ الحمام تلاقيه يطير يطير لكن ترجع المسجد زي حمام الحرم. فكان يقول له عليه حمام المسجد، يعني اللي ملازم للمسجد، عشه في المسجد طول ما هو في المسجد في بيته. كان يسمى حمام المسجد لكثرة ملازمته إياه. الوجه الرابع عشر قوله عليه الصلاة والسلام: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فهو يوجب شدة الإخلاص منهما حتى لم يبقى للنفس شهوة. لما بتحب واحد في الله بتحبه مش لمصلحة دنيوية، تحبه عشان الرجل ده راجل صالح، عشان الرجل ده راجل حافظ للقرآن، عشان الرجل ده راجل بيحب الصالحين، وعشان الرجل ده بيحب النبي، وعشان الرجل، مع ان الرجل ده يمكن ملوش سلطة، يعني مش حاجات تدور لك على وظيفة ليك ولا لابنك، ملوش سلطة، لكن انت بتحبه كده لله في الله. طب ايه الدافع؟ علشان ده راجل طيب من اهل الله. يبقى دي بقى، يبقى الحب ده كان الدافع ليه ايه؟ حبك في الله هو اللي خلاك تحب ده. فالناس تملي تحب اهل الله، تبعت يعني مستقرة في نفوس الناس يحبوا اهل الله حتى ولو كان عاصي. يجي مع اهل الله يقول لك لا مالناش دعوه بيهم، دول ناس طيبين، احنا مش قدهم يا عم، يجي يدعي دعوه ولا حاجه بالليل نروح في داهيه، واخد بالك؟ فيبقى ايه، الناس فطرت قلوب المسلمين كده حتى ولو عصار على حب اهل الله. ورجلان تحابا في الله واجتمع عليه وتفرق عليه. وعوام ودافع الحب في الله في الزياره خالص لما تزور واحد ميت، لكن طول ما هو حي طول ما هو ممكن برضه لما اروح هناك اصل راجل طيب، يبقى عنده ناس طيبين تانيين نعرفهم برضه، يعني في برضه ولو حتى مصلحه، ما هو راجل طيب وبيعمل نفع كده في اخر القعده بيقدم لنا حاجه ناكلها واكله شفا، اصله رزقه حلال، فرايح برضه فيها مصلحه، ما فهمت ازاي؟ اما اخد معايا ابني عشان يرقيهولي، اصل الواد سخن من امبارح وتعبان، برضه رايح المصلحه. انما لما تبقى رايح لواحد ميت وبتزوره، هذه خالصه لله بقى. وعلى شكل زياره الصالحين الاموات اكثر خصله تدل على الحب في الله خالص. انما بتحب الصالح الحي، ما هو الحي لسه ليه نوع من السلطان برضه، ربنا مسلطه على سلطان معين، يعرف هنا ويعرف هنا ويعرف هنا، وبرضه ممكن يتوسط لك في حاجه وتمشي الامور. يبقى الزهر بقى مش حب في الله بقى، ده حب برضه في المصالح، خدت بالك؟ يبقى اللي بيزور الناس الصالحين الموتى ده عنده خصلة الحب في الله خالصة. في ناس بقى بتروح تزور الصالحين يقول لك ليه؟ علشان في ناس بتحب تزور الصالحين وتوزع شريك وتوزع كحل، ده رايح بقى عشان النفحة، يقوم ايه؟ ياخد النفحة وايه؟ وتتم النفخة، فينتفح وينتفخ، يبقى ده برضه مش حب في الله خالص. زي ما اطيع السيده وما اطيع سيدنا الحسين، اعلم اطيع قاعدين هناك عشان الزوار يقدر لله 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 لله، تروح هناك تدي الواحد تبص لها 100 ايد جت جم منين دول؟ ده فين هناك في الثغرات عشان يراقبوا مين اللي هيدي يهجموا عليك. وكلنا طبعا ايه اسينا من هذه المعاناه. يبقى عالم المقاطيع دي بقى دول مش قاعدين بقى حب في الله، لا ده قاعدين حب في النفحة، لأنهم يريدوا النفخة، فهمت بقى؟ لا دول مش داخلين في المسألة، اللي داخل بالمسألة هو الدافع بس حبه في الصالحين. فهو يوجب شدة الإخلاص منهما حتى لم يبقى للنفس شهوة ولا ميل لشيء من الأشياء إلا الله وبالله. وأما الذي دعته المرأة ذات المنصب والجمال فهذا لعظم قهر النفس عن هواها، والحامل على ذلك شدة الخوف من الله. وهنا بحث، وهو لما قال عن المرأة مع هذين الوصفين اللذين فيها
يعني هي المرأة لوحدها ما هي فتنة للرجل. طب اشمعنى بقى ذات منصب وجمال؟ لأن ده يرغبوا فيها أكثر. يعني المرأة نفسها الرجل يميل بطبعه إلى المرأة عادي، حتى وما لهاش منصب ولا جمال، لدرجة الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو الرجل بالمرأة لأن يبقى الشيطان ثالثه وكل ساقطة لها لاقطة. كويس، مش تقول ما أنا أصلا مش حلوة بقى ما يجراش حاجة مع راجل كده في خلوه، ما ينفعش بقى الاحتياط كويس. لا، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، ده مش الميل الفطري بس، ده في كمان دوافع أخرى تقوي هذا الميل الفطري، إنها كمان امرأة ومش كده بس وجميلة ومش كده بس وليها منصب ممكن تحميه بمنصبها، مش هيتعاقب ولا حاجة، ده هيبقى في حمايتها. فهمت بقى؟ ده مش كده وبس، وممكن كمان تديله من مالها، ومش كده وبس، وممكن تجيب له وظائف وتعرفه بالطبقة العليا. يقوم يزداد نهمه فيها، يبقى شهوته اشتدت قوي لأن له فيها مآرب أخرى غير قضاء الشهوة المعتادة. لا، ده في مآرب أخرى تانية، أولا جميلة وذات منصب ومش كده وبس، وهي كمان اللي بتقول له تعالى. الله، دي حاجة بقى صعبة قوي، ده كده الحجاب بقت صعبة قوي، واللي هيعدي الصعب قوي ده لازم يكون بيخاف ربنا قوي، وطالما بيخاف ربنا قوي يبقى في ظل الله عز وجل. واضح؟ لأن ذات المرأة وحدها من أكبر الفتن، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فذكر الوصفين كل واحد منهما من أقوى البواعث في شهوات الجماع والرغبة فيها. وقد قال صلى الله عليه وسلم، هي هنا الوصفين، هي ثلاث أوصاف على فكرة مش وصفين، ده هي ذات منصب وجمال وبتدعو، ثلاث حاجات، لأن مش كل امرأة ذات منصب وجمال بتقول لك تعال، صح ولا لا؟ ده ممكن كمان تبلغ فيك البوليس بس البوليس مش موجود، يقوم البلطجي يعمل ايه؟ يغتصب. أنا بلطجي بقى، لكن أنت مش بلطجي، فاهم؟ مستنيها تدعوك بس. لا، ده هنا بقى المؤمن المحترم اللي هي ذات منصب وجمال وبتقول له تعالى، زي هيتلك سيدنا يوسف، هي دي امرأة ذات منصب وجمال وبتقول له هيتلك. قال معاذ الله. شفت بقى ثلاث أوصاف بس، هنا الشيخ بيقول في وصفين، الجمال وإيه والمنصب، وحط كمان الوصف الزائد الرغبة في الإنسان اللي أمامها بتدعوه إليها. وقد قال صلى الله عليه وسلم تتزوج المرأة لجمالها وحسبها، لأن ما ترغب النفوس في واحد طبعا إذا اجتمع أكثر من واحد كان أشد في الرغبة فيه وقوة الشهوة، فمن أجل ذلك عظم الأجر لتاركه. ومثل ذلك يذكر عن بعض أهل الصوفية، الصوفة كان بعضهم ممسكين في الخلوة وبعضهم غير ممسكين، كان بعضهم ممسكين في الخلوة يعني إيه؟ يعني كان بعضهم صائم في الخلوة والصائم يبقى جعان، وبعضهم غير ممسكين يعني إيه؟ بكل شوية نقنق كده، ينقنق يعني إيه؟ يعني يأكل شوية أكل خفيف كل فترة. كويس؟ فاللي بينقنق ده ما يبقاش عنده شهوة الجوع قوية عنده، فاهم؟ إحساسه بالجوع وشهوته للطعام تبقى ضعيفة، لأنه برضه كل شوية بيدخل حاجة في جوف. إنما التاني اللي ممسك عن الطعام خالص ده، ده بيبقى إيه؟ جعان بقى، وأول ما يلاقي أمامه الطعام عايز يهجم عليه. فبيقول لك يذكر عن بعض أهل الصوفة كان بعضهم ممسكين في الخلوة وبعضهم غير ممسكين، ثم فتح عليهم بطعام طيب، قال لهم أكل جميل، فقال الشيخ قدموا أهل الخلوة، قدموا اللي في الخلوة الأول، فخرج بعضهم عنه لإخوانه قبل أن يعرف ما هو، وقام بعضهم، فبعضهم خرج إن في طعام بس ما يعرفش إيه هو الطعام، ممكن يبقى خبز، كسرات خبز قديم ما يدرش حاجة، ممكن يبقى طعام بقى شهي، لكن خرج وما يعرفش إيه هو الأكل. وقام بعضهم فكشف الطعام حتى عينه، وبعضهم اتسرسب كده وسحب وكشف الغطاء عرف الاكل، طبق وز فراخ كباب رز
مش عارف ايه الحاجات بقى اللي الناس ايه بالغوية. فكشف الطعام حتى عينه وعرف ما هو، ثم بعد ذلك خرج عنه. يبقى البعض خرج للطعام وما يعرفش ايه هو، يبقى دافعه للطعام ضعيف لسه وما يعرفش ايه هو الاكل. ما يمكن مثلا فول وطعمية هو اصلا محروق قلبه من الفول والطعمية والزيت، يقولك ايه يعني يوم يروح بتلكؤ يعني، فاهم؟ او مثلا التاني شاف ما لقاوش فول وطعمية بلقى حاجة تانية جميلة، بس برضو ايه راح مغطي يعني، شاف كده راح مغطي بس عارف ايه اللي تحت الارض، التاني ما يعرفش. واحد تالت كشف كده وداق، يبقى اللي داق ده بقى اشد شوقا لانه يكمل اكله، لانه داق الطعم. اصل ممكن يبقى الاكل حلو وتيجي تدوق تلاقي ناقص ملح، تلاقي فيه طعم كده مش حلو، اصله ما حطوش في التلاجة والزهر حمض اي حاجه يعني تعكنن عليه بقى. لا ده التاني شافه وداقه لقى جميل، فهمت بقى؟ يبقى اشد واحد شهوه للطعام ده مين؟ اللي داقه. واقلهم رغبه في ايه؟ اللي ما شافوش لكن عارف ان في طعام وخلاص. واللي وسط بينهم اللي عارف نوعه لكن لسه ما داوش. فهمت بقى الطريقه؟ فهو الشيخ عايز يعني يبين لك ازاي دوافع النفس التقوى كلما اقترب الانسان من النعم وعاينها. وقام بعضهم فعاينه ورفع منه لقمه لفيه حتى عرف طعمه بها، وتاكدت عنده قوه الشهوه لذوقه طيب الطعام. ثم بعد ذلك خرج عنه، فكان زهد الآكل الأخير ده اللي هو داء وبعدين قال لا مش هياكل، يبقى ده مخالفته لنفسه أقوى من اللي شافه وما كلش، واللي شافه وما كلش لما ما كلش وبيعذبه. يعني مخالفته لنفسه أقوى من اللي عارف إن في أكل بس ما يعرفش نوعه إيه. واضح؟ فكان زهد الآكل اختيارا للطعام أعظم منزلة لقوة شهوته وقهره لها. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على الوجه السادس عشر إن شاء الله غدا بإذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومجاد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكري الغافلون. وجزاكم الله خيرا.